الليلة العظيمة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، في شرف الزمان وشرف المكان، تجمعون هذا الشرف العظيم، وأنتم أيضا على شرف الثغر والدفاع عن المقدسات ورفع لواء هذه الأمة، رفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقفون هذا الموقف النبيل العظيم الذي يحصدكم عليه من سواكم. ومن المؤكد الذي أجزم عليه وأحلف عليه أن المساجد جميعا إذا لم تنصر المسجد الأقصى في هذه الليلة وبالأخص الحرمان الشريفان فإن ذلك من قطيعة الرحم. والمساجد إنما أمرها بيد أهليها وعمارها وأئمتها والمصلين فيها، فإذا لم يهبوا جميعا لنصرتكم والوقوف معكم ولنصرة المسجد الأقصى الذي هو أكبر أسير في أيدي العدو وللدفاع عن بيضة الإسلام في هذا المكان المقدس في هذا الزمان المقدس، فإن ذلك من قطيعة الرحم البينة. وقد قال الله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن وقوفكم الآن في حلوق العدو وأنتم عزل ليس بأيديكم من السلاح إلا إيمانكم ودعاؤكم وقراءتكم وتكبيركم وذكركم، وكفى بذلك، هو دليل على أن الله قد اختاركم وأنكم من جند الله المرابطين الثابتين على الحق الذين هم بوصلة الصدق وبوصلة الحق في هذا الزمان الذي كثر فيه الضلال وكثرت فيه الفتن وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج الحق، فأنتم البوصلة، فمن كان معكم فهو على الحق ومن لم يكن معكم فقد تولى إلى الباطل. أنتم أشرف هذه الأمة وأنتم تمثلون رأس الحربة فيها، وأنا جازم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا في هذه الليلة لكان معكم أو في الطريق إليكم، جازم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان حيا في هذه الليلة لكان معكم ولكانت العهدة العمرية في يده، جازم أن أبا دجانة رضي الله عنه لو كان حيا لأخرج الليلة عصابة الموت وربطها على رأسه، جازم بأن الذين رووا هذه الأرض المقدسة بدمائهم مع صلاح الدين الأيوبي لو كانوا أحياء الليلة لا أروا الله من أنفسهم خيرا، ولكن المشكلة أنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذا الخلف الذي هو اليوم يخلف هؤلاء الصالحين ويرث ما تركوا من لم يقم منه لله سبحانه وتعالى بهذا الحق، ولم ينصر الله في هذه الليلة المشهودة وفي هذه الليالي المباركات، فلا شك أنه قد تولى على عقبيه وأدبر عن طريق الحق وترك المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. إخواني وأخواتي المرابطين، إن رباطكم في سبيل الله في المسجد الأقصى ووقوفكم في وجه العدو يغيظ أعداء الله جميعا ويغيظ المنافقين المتربصين في بلاد العرب وفي كثير من بلاد المسلمين، فهم آخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وإن وقوفكم في وجه العدو الغاصب الغاشم ودفاعكم عن المقدسات إنما هو من إيمانكم وثباتكم على المبدأ واستقامتكم عليه، فأنتم القدوة والإسوة، قدوة هذه الأمة وقدوة الصالحين والمضحين. من أراد جهادا لا ريب فيه ولا شك ولا غبار عليه ولا يمكن أن يعتريه أي تشكيك ولا غمز ولا لمز فهو جهادكم في هذه الليلة وفي هذه الليالي المباركات. من أراد رباطا في سبيل الله يتحقق فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمل الفتان.
يجرى عليه عمله أي لا يختم عمله بالموت، فكل ميت يختم على عمله عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله، فإذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الصيام كتب في المصلين، وإذا جاء وقت الزكاة كتب في المزكين، وإذا جاء وقت الجهاد كتب في المجاهدين، وإذا جاء وقت الحج والعمرة كتب في الحجاج والمعتمرين، وهكذا في كل الأعمال الصالحة فإنه يجرى عليه عمله. ويأمن الفتان فإنه لا يسأل في قبره ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، لأنه قد قامت له الحجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف شاء، أي كفى ببارقة السيوف شاهدا على إيمان صاحبها وعلى ثباته وعزيمته، وأنه قد صدق الله ما بايعه عليه. أذكركم إخوتي وأخواتي أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل أحد ثناء عطرا ما زلنا نقرأه في كتاب ربنا، وسيبقى يقرأ ما دام هذا القرآن في الأرض. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى شهداء أحد قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. كنا الليلة نقرأ في التراويح سورة الأحزاب، فقرأنا فيها قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فتذكرنا من الصادقين الذين تتحقق فيهم هذه الآية ويتحقق لهم هذا الوعد إخواننا المرابطين وأخواتنا المرابطات، وتذكرنا شيخنا أمين المنبر الشيخ عكرمة صبري، وتذكرنا شيخنا شيخ القدس رائد صلاح فك الله أسره وجمع شمله. فدعونا بالأسماء لمن ذكرنا، وأيضا قنتنا في قنوت الوتر قنوتا خاصا بكم معشر المرابطين والمرابطات، وهذا حقكم، فحقكم على الأمة أن تسير إليكم الجحافل وأن تبذل لكم كل مالها وأن تقف وراءكم وأمامكم ومن خلفكم وعن يمينكم وعن شمائلكم وأن تكون معكم بالمعية الحقيقية. هذا واجب الأمة جميعا، ولكننا نشكو عجزنا وضعفنا، ولعل الله يلحقنا بالأشعريين الذين قال الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إن مسؤولية نصرة المسجد الأقصى على الأمة جميعا، قاصيها ودانيها عربها وعجمها، وهي بالضرورة على حكامها الذين يبسطون أيديهم على سلاحها وجيوشها وأموالها ومقدراتها. فليتذكر هؤلاء الحكام أنهم الليلة يدعون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الدفاع عن مقدسات المسلمين، وأن ذلك ما دعا الله إليه المخلفين من الأعراب، فقال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من
قبل يعذبكم عذابا أليما. على كل حكام العرب وحكام المسلمين أن يعدوا الجواب للمسجد الأقصى وهو يناديهم، وأن يعدوا الجواب الأكبر بين يدي الله عند العرض عليه، ماذا فعلوا وماذا بذلوا وماذا ضحوا وكيف كانوا حاجزا مانعا من وصول المجاهدين ومن وصول الأموال إلى هذه المقدسات والدفاع عنها، ليتذكر هؤلاء ومن ينسقون التنسيق الأمني في داخل فلسطين وفي خارجها، ومن يوالون ومن يطبلون ومن يؤيدون هؤلاء الغزاة المعتدين أنهم منهم ومعهم وفيهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وليتذكروا قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. من غريب ما حصل لي أنني قرأت هذه الآيات، وظاهر السياق أن الضمائر كلها للملعونين من كفرة أهل الكتاب، ولكن انطبع في ذهني تدبر يقتضي أن الخطاب في قول الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، إنما هو لكثير من أبناء المسلمين، وأن الخطاب هنا ليس المقصود بالضمير اليهود، بل المقصود الذين يتولونهم من أبناء المسلمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي يتولون هؤلاء المحتلين والغزاة الغاصبين، يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، هذا هو الدليل، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه هذا القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما أريد أن أطيل عليكم، ولكن أنتم شرفنا وعلى رؤوسنا جميعا، وما منا أحد إلا ويتمنى أن يكون غبارا تحت أقدامكم وأن يكون حجرا ترمون به في وجوه العدو. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصركم نصرا مبينا، وأن يؤيدكم تأييدا عزيزا، وأن ينزل عليكم جندا من جنده. وقد قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بمدد من السماء، وأن يلقي السكينة في قلوبكم، وأن يحفظكم أجمعين من كل سوء، وأن يكف عنكم بأس أعدائكم، وأن يرد بأسهم عن المسجد الأقصى وما حوله. نسأل الله أن يرد بأسهم في نحورهم، وأن يشتت شملهم ويفيل رأيهم، وأن يسلط بعضهم على بعض، وأن ينزل بهم المثلات، وأن ينزل بهم عقابا من عنده، وأن يكفيكم شرورهم أجمعين، وأن يردهم خائبين مهزومين، كما عودنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف. أسأل الله أن ينصركم نصرا مبينا، وأن ينصر بكم الدين، وأن ينصر بكم الإسلام والمسلمين، وأن ينصر بكم المسجد الأقصى والأسرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر بكم المسرى والأسرى، وأن يرفع درجاتكم ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يفتح لكم خزائن رزقه وأبواب فضله، وأن يعينكم على ما حملكم من الدفاع عن بيضة الإسلام ومقدساته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، ويصلح ذات بينكم، وأن يصلح أهليكم وذرياتكم، وأن يطيل أعماركم، ويكثر أموالكم وأولادكم، وأن يصرف عنكم هذا الوباء والرجس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنكم الوباء، وأن يشفيكم أجمعين من كل داء، وأن يفرج عن أسرانا أجمعين، وأن يفك أسرهم ويجمع شملهم،
وأن يفرج عن المسجد الأقصى وهو أسيرنا الكبير، وأن يفك أسره، وأن يرزقنا أجمعين فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات محررا يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتكم وأن يعظم أجركم وأن يكتب لكم في هذا الشهر خير ما هو كاتبه فيه لأحد من عباده. أسأل الله أن يقسم لكم في هذا الشهر وفي هذه العشر وفي هذا المعتكف والرباط خير ما هو قاسمه لأحد من أهل الأرض، وأن يضاعف لكم المثوبة، وأن يعتق رقابكم من النار، وأن يختم لكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.